لو حسابك على فيسبوك مقفول مصادقة ثنائية ومش عارف توصل لأي حل، يبقى الفيديو ده ليك وتابع الشرح معايا، وإن شاء الله مشكلتك هيكون لها حل مهما كان حجمها. السلام عليكم، اهلا بكم متابعينا، يا رب دايما تكونوا بألف خير. في الفيديو ده هنشرح طريقة سهلة لتخطي رمز المصادقة الثنائية بطريقة سهلة وبسيطة جدا، والطريقة دي طبعا متجربة على اكتر من حساب قبل ما نزل الشرح ده. انت بس كل اللي عليك انك لازم تركز معايا في الفيديو وتسمع الفيديو للنهاية، علشان كل ثانية في الفيديو مهمة، وعلشان برضو مفيش حاجة تفوتك وترجع تقول ان الطريقة ما نفعتش معاك وحسابك ما فتحش. الطريقة اللي انا هشرحها لك دلوقتي فيها لف الدماغ شوية، فانت لازم تركز معايا في اللي انا هقولك دلوقتي. اول حاجة طبعا هتسجل دخول على متصفح الفيسبوك بشكل عادي جدا، وهتبدأ بقى تكتب بريدك وكلمة السر بشكل عادي جدا، وبعدين هتدوس على تسجيل الدخول. هتلاقي طبعا ظاهر معاك الواجهة العادية واللي بتظهر لكل الناس، ان هو عايز رمز علشان يقدر يدخل لحسابك ده. بيقولك دلوقتي ان هو بعت لك رمز تسجيل دخول، بقى سواء بقى انت كنت عامل المصادقة الثنائية ديت على ابلكيشن المصادقة الثنائية اللي هو تبع جوجل، او عامل المصادقة الثنائية ديت على رقم الموبايل بتاعك، وانت دلوقتي ما انتش عارف توصل للكود، سواء بقى الكود ما بيجيلكش، او غيرت رقم الموبايل بتاعك، او حذفت تطبيق المصادقة الثنائية دي من عندك. يعني المشاكل بتختلف من شخص للتاني، بس ان شاء الله ليها حل معانا. بعد ما سجلت طبعا على ابلكيشن الفيسبوك، احنا دلوقتي سجلنا على ابلكيشن الفيسبوك، هتفتح بقى انت متصفح جوجل كروم، ولازم متصفح جوجل كروم تمام. تكتب في البحث فوق هنا facebook.com، وهتبدا تسجل دخول بشكل عادي جدا على نفس الحساب اللي هو طالب رمز مصادقه ثنائيه اللي احنا سجلناه على ابلكيشن الفيسبوك. هتكتب بريدك الالكتروني وكلمه السر، وهتدوس على تسجيل الدخول. هتلاقي برضو طالب منك رمز مصادقه ثنائيه، هتدوس على هل تواجه مشكله، وبعدين لا احمل هاتفي، وبعدين هتدوس على متابعه، وبعدين هتدوس على اتصل بنا. هتلاقي طبعا جايب لك الواجهه اللي قدامك دي كده، بيقول لك ان هو عايز بريد الكتروني، وبعدين هتحمل بطاقه الهويه بتاعتك. ما تقلقش، هقول لك على حل بطاقه الهويه دلوقتي. هتدوس على التالي. بعد ما دوست على التالي بيقول لك هنا اكتب عنوان البريد الالكتروني اللي مربوط بالحساب. يعني لو حسابك مربوط ببريد الكتروني سواء ياهو او جيميل او هوتميل، اي بريد الكتروني يكون حسابك مربوط بيه، هتكتب عنوان بريدك الالكتروني هنا كده، وبعدين هتعيد كتابه عنوان البريد الالكتروني اللي انت كتبته فوق تحت برضه هنا كده. طبعا الحساب ده انا بشرح عليه بس لانك انت ممكن تلاقي في فيديوهات قبل كده مستخدم نفس بريد الالكتروني ده. هتدوس على التالي. هنا بقى في النقطه ديت لازم تتاكد ان بيانات حسابك مطابقه لنفس بيانات الهويه اللي معاك بالظبط، يعني يكون اسمك مظبوط، مش شرط الاسم قوي يعني، بس اهم حاجه يكون تاريخ ميلادك مظبوط. بمعنى ايه؟ بمعنى ان تاريخ ميلادك يكون اليوم والشهر والسنه زي ما هو مكتوب في البطاقه بالظبط. دلوقتي في ناس هتقول لك انا تاريخ ميلادي مش مطابق لنفس بيانات الهويه بتاعتي، فانت ليك حل واحد بس، هتروح لاي حد مصمم فوتوشوب، هتبدا بتطلب منه خدمه ان هو يصمم لك هويه، او تبعت له صوره الهويه بتاعتك لو مثلا في يوم مختلف في تاريخ الميلاد او سنه مختلفه، يقدر يعدل لك على الارقام ديت بكل سهوله، والموضوع مش مكلف خالص. الطريقه ديت هي اللي شغاله دلوقتي بالنسبه الناس اللي تواريخ ميلادها مش مطابقه لنفس بيانات الهويه بتاعتهم. بعد ما بتصمم الهويه على فوتوشوب، هتنزل لتحت خالص كده، وهتختار لا املك ايا منهما، وهتبدا بقى هنا تحمل صوره الهويه بتاعتك، وبعدين هتدوس على ارسال. انما بقى لو انت ما انتش فاكر تاريخ الميلاد اصلا اللي على الحساب، فانت كده بنسبه 70% حسابك اصلا مش هيفتح، لازم تفتكر تاريخ ميلادك اللي مكتوب على الحساب علشان تصمم هويه. بس احيانا ال 30% التانيين حسابات بتفتح، بس لازم تبعت البطاقه اللي معاك من نفس الموبايل اللي انت كنت فاتح عليه الحساب ده قبل كده. يعني هتختار الاختيار برضو التالت ده، بطاقة هوية قومية، وبعدين هتدوس على التالي. هتلاقيه محولك على الواجهة اللي قدامك دي كده. لو انت بطاقتك مطابقة لنفس بيانات الحساب برضو هتكمل على نفس الخيار ده، ولو مش مطابقة لنفس بيانات الحساب وما انتش عارف تاريخ الميلاد بتاع حسابك ايه، فانت برضو هتكمل على الاختيار ده. بس الامل الوحيد انك لازم تشتغل على نفس الجهاز اللي انت كنت مسجل دخول عليه قبل كده، علشان بنسبة 30% يمكن تعدي من روبوتات الفيسبوك وحسابك يفتح ببطاقتك الشخصية اللي انت هتصورها دلوقتي. هتدوس على بدء الاستخدام، هيبدأ يطلب منك صلاحية ان هو عايز يوصل للكاميرا بتاعتك. هتدوس على سماح، هتلاقي طبعا الكاميرا بتاعت موبايلك اتفتحت. هتبدا بقى تمسك الهويه بتاعتك، ويكون الاربع اطراف بتوع الهويه ظاهرين، وهتصور الهويه بتاعتك بشكل عادي جدا. هتلاقي الصوره اتصورت معاك. طبعا انا مش ببعت حاجه على الحساب ده، لان الحساب ده انا سايبه للشرح بس. لو الصوره ما لقيتهاش واضحه وضارب فيها فلاش، يعني فيها اضاءه كده على البيانات، هتدوس على اعاده التقاط الصوره تاني لحد ما تتاكد ان الصوره واضحه والاربع اطراف بتوع البطاقه يكونوا واضحين.
وبعدين هتدوس انت على ارسال. بعد الصورة ما تتبعت معاك في خلال 5 دقايق بالكتير هتلاقي الرد جايلك على الايميل، سواء بقت الرد سلبي او الرد ايجابي. لو الرد سلبي طبعا هيوصلك بنفس الصيغة اللي قدامك دي كده، انما لو الرد ايجابي هتلاقي جايلك بنفس الصيغة اللي قدامك دي كده، هتلاقي بيقول لك شكرا على تأكيد هويتك، يرجى النقر على الزر ادنى. بس انت طبعا في الواجهة ديت مش هتدوس على الرابط ولا حاجة، انت كل اللي عليك انك هتاخد الرمز اللي هو بيقول لك باستخدام هذا الرمز ككلمة سر، هتاخد الرمز ده وتروح على ابلكيشن الفيسبوك اللي احنا مسجلين دخول عليه لسه اهوت ومستنيين الرمز، هتحط الرمز هنا وبعدين هتدوس على متابعة، حسابك هتلاقيه فتح معاك بدون اي مشاكل. بكده نبقى وصلنا لنهاية الشرح، فلو انت عندك اي سؤال او اي حاجة وقفت معاك اكتبها لي في الكومنتات وانا هرد عليك على طول، وبرضو لو احتجت اي حاجة تقدر تبعت لي على حسابي على فيسبوك، ياريت اكون قدرت افيدك باي معلومة. فلو انت اول مرة تابعني ما تنساش تشترك في القناة وتصلي على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.